أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك.